ده الشيت بقى اللي احنا هنستخدمه اهوت. تمام، الشيت ده طالب منك ايه؟ بيقول لك الالاستيك ديسبليسمنت، يعني تدخل له الديسبليسمنت. يبقى نيجي من هنا يا باشمهندس هنقول له ايه؟ داي فرايم سنتر اوف ماس ديسبليسمنت. طب لو كان قال لك، لو انت عامل شيت مثلا مبرمجه او معاك شيت بيستخدم يقول لك دخل له قيم الدريفت على طول، يا باشمهندس هتختار له الخيار الثاني اللي هو ايه؟ قيم الدريفت على طول. تمام، طيب وبرضه هوريك الفرق ما بينهم. قول له كده اوكي. تمام، هات لي هنا نتيجه ايه؟ قلت لك يا باشمهندس المفروض نتيجه اللوب كومباينيشن. طيب هل احنا هنستخدم اللوك كومبانيشن؟ المفروض بقى ايه؟ لو انت هتعمل نتيجه اللوك كومبانيشن ال 24 حاله تمام تشيك عليهم خلاص. يعني مثلا هتدخل له الازاحه مره نتيجه الحاله الاولى، مره نتيجه الحاله الثانيه، مره نتيجه الحاله الثالثه، مره نتيجه الحاله الرابعه، لغايه ال 24 ايه حاله خلاص. طب هل احنا هنعمل كده؟ لا، احنا للتسهيل، للتسهيل هنستخدم ازاحه الازاحه بتاعت ايه؟ القوه الرئيسيه خلاص. هتيجي هنا يا باشمهندس تقول له ايه؟ كيو اكس زائد اكسنتريستي اهيت. طيب اقصى ازاحه هنا كيو اكس، عفوا كيو اكس مش كيو واي، كيو اكس نبدا بالاكس زائد اكسنتريستي. هتلاقي هنا يا باشمهندس هنا بيقول لك اليو اكس وهنا اليو واي، فطبعا اليو اكس هتلاقي هي الاكبر لان انت قايل له كيو اكس خلاص. فمثلا هي هنا كام يا باشمهندس؟ هي هنا 8 سم تمام، او 8.5 ايه؟ 8.5 سم. طب لو قلت له يا باشمهندس مثلا نتيجة حالة التحميل اللي هي مثلا 9/10 اللي بتدينا دريفت أكبر، 9/10 الديد زائد يعني أنا نفس الفرصة اهي، يعني أنا قلت لك الكيو اكس زائد اكسنتريست. طيب لو أنا استخدمت بقى حالة التحميل بقى يا باشمهندس اللي هي ديت، شايف القيمة بقت قد إيه؟ 9 سم خلاص؟ يعني هي كانت 8 سم بقت 9 سم، هي أكبر. وقلت لك إن فعلا اللوك كومباينيشن هي الصح، وفق حتى الكود الأمريكي نص على كده. يعني الكود الامريكي، هي صريحه في الكود الامريكي مش صريحه في الكود المصري، ان انت تستخدم الالتيميت لود كومباينيشن خلاص يا هندسه. فعايز يا باشمهندس تستخدم بقى ايه؟ احنا للتسهيل في الغالب يعني معظم المنشات اللي احنا بنصممها بتكون يعني شبه منتظمه، يعني زي المنشا اللي احنا شكله منتظم بالشكل العام يعني خلاص. فبنستخدم للتسهيل يعني ايه اللوك كيسز بس. قلت لك هي الفكره النتائج مش بتفرق كتير الا لو كان المنشا غير منتظم. حتى هنا يا باشمهندس ال 1 سم ديت مش رقم كبير خلاص يا باشمهندس. طيب فهتيجي كده يا باشمهندس نقول له ايه؟ طب حتى لو انت استخدمت مثلا الحالات الثانيه مثلا كيو اللي هو بقى الحاله الكبيره مثلا اهوت، هتلاقي برضو ايه 9 سم تمام. جرب شويه حالات كده ديت واي، خلينا في اكس، خلينا في اكس عشان نقارن ما بين القيم بتاعتنا اهوت، 7 سم، 7 سم تمام. طب مثلا انت لو خدت الرياح، الرياح طبعا هتلاقيها اقل بكتير تمام يا هندسه، فبيقول لك 3 سم تمام. فاحس احنا قلنا هنكمل ايه؟ زلازل خلاص يا هندسه. لو جيت مثلا على حاله زي ديت 9 سم كده يا باشمهندس تمام. فاحنا هنستخدم بقى للتسهيل عشان الوقت، لو انت حابب او لو انت شغال في مشروع طالبين منك ان انت تعمل شيك دريفت على الالتيميت لوك كومبانيشن او مشروع تخرج او كده، مفيش اي مشكله. الموضوع مش هتلاقي بياخد وقت اهوت يا هندسه. اول حاجه كيو اكس زائد اكسنتريست، هناخد هنا اليو اكس اهو، خدها كوبي، تيجي كده على الشيت يا باشمهندس قول له بيست تمام. طيب هنيجي كده يا باشمهندس هنا ندخل له عدد الادوار وارتفاع الادوار تمام. من هنا تيبل مودل زي ما قلنا قبل كده، ستراكشر لي اوت ستوري داتا، خد لي ديت، خدهم لي كده كوبي يا باشمهندس، وتيجي هنا على الشيت اهوت بيست تمام. لا الارتفاعات لسه ما خدش الارتفاعات المظبوطه، ادي الارتفاعات اهيت، خدهم لكوبي، ادي يا باشمهندس الارتفاعات خلاص يا هندسه. طيب هتدخل له هنا الار بتاعتك، الار هنا بخمسه. طيب يا باشمهندس الفي، فاكر يا باشمهندس قلنا الفي بكام؟ حسب الجدول ده، حسب الجدول ده، فمحتاجين نعرف مجموعه الاهميه. فتعالى كده يا باشمهندس نشوف مجموعه الاهميه بتاعتي كام. ادي يا باشمهندس هنا مجموعه الاهميه اهو تمام، حسب بقى ايه نوع المنشاه. مثلا هنا بيقول لك المنشات التي تعمل بكفاءه تامه زي المستشفيات وكده، ديت الصلاه ودور العباده والكلام ده. طب هنا مثلا بيقول لك المنشات العاديه وغير مرتبطه باي مجموعه اهميه، يبقى هي ديت يا باشمهندس اللي هي احنا هنكون مجموعه ثلاثه، لان حتى بيقول لك مجموعه اربعه ديت المنشات قليله الاهميه زي المنشات الزراعيه وكده، فاحنا تصنيفنا هيكون ايه؟ مجموعه الاهميه ثلاثه. مجموعة الاهميه ثلاثه بنكون بنص خلاص. فانت هتلاقيني عامل لك الفي بنص خلاص يا باشمهندس. هو بقى عمل لك هنا ايه؟ ديت الالاستيك ديسبليسمنت خلاص يا هندسه اللي انت جايبها من الايتاب.
هو بقى حسب لك ايه الالاستيك دريفت، يعني خد لك القيمه ديت. حتى هنا بيقول لك اهو اي 5 ناقص اي 6 اللي هو طرح لك القيمه ديت ناقص القيمه اللي تحتها. تمام يا باشمهندس؟ طيب بعد كده يا باشمهندس هنحولها لان الالاستيك بقى، فنضرب في 7 من 10 في الار، ادي 7 من 10 في الار. خلاص يا باشمهندس؟ طيب وبعد كده نقارن بالالوبل. طيب هنا الالوبل يا باشمهندس ايه؟ قلنا واحد واحد، هنستخدم قيمه 1 من 10 في الاتش. خلاص؟ فكنا بنقول يا باشمهندس المفروض بناخد القيمه اللي هي الان الاستيك اللي هي الايه الدي اس ديت نضربها في، خلاص، ولازم تكون اقل من او يساوي القيمه دي. فانا هنا عملت ايه؟ وديت الفي الناحيه الثانيه، يعني هنا قسمت يا باشمهندس ايه على في، خلاص، في ايه في الالاوبل هنا. خلاص، فقال لك يا باشمهندس ادي القيم سيف. خلاص، فتيجي كده يا باشمهندس ادي كده اول حال. بعد كده يا باشمهندس قول له كيو اكس سالب اكسنتريست، برضه يا باشمهندس تقريبا نفس القيم 8 سم اكبر حاجه اهيت. خدها كوبي كده وقول له هنا بيست بالشكل ده، قال لك يا باشمهندس سيف. خلاص، تيجي هنا على واي، تمام، خد لي دولت بس كده كوبي. تمام يا هندسه؟ طيب هنيجي هنا يا باشمهندس على القيم في واي بقى، هنقول له هنا ايه؟ كيو واي زاد اكسنتريستي. طبعا يا باشمهندس انا مش بشيك بقى على كيو اكس وكيو واي من غير اكسنتريستي، لان الاكسنتريستي هي بتجيب نتائج اكبر. فتيجي هنا يا باشمهندس ادي الايه؟ اليو واي، تمام؟ اكبر حاجه 8 سم تقريبا. هتيجي اهوت يا باشمهندس تقول له هنا كوبي. رايت تتاخد كوبي اهوت كنترول سي اهوت يا باشمهندس، كله سيف اهوت يا هندسه، كله سيف. تمام، طبعا احنا بيقارن بقى يا باشمهندس قيمه الان الاستيك ديت بقيمه ايه الالاوبل ديت. يعني مثلا هنا اكبر حاجه مثلا هنا يا باشمهندس كام؟ 2 من 10، تمام، هنا 6 من 100 يا باشمهندس. خلاص، فكده سيف يعني. تمام، طيب اخر حاجه يا هندسه نقول له كيو واي سالب اكسنتريستي. تمام يا هندسه، تاخد القيمه ديت تقول له كوبي وتيجي هنا تقول له بيست، سيف كله اهوت يا باشمهندس. خلاص، طيب يا هندسه لو انا بقى قررت ان انا اعمل حسب الالتيميت لوك كومباينيشن، هتيجي بقى على حاله يا باشمهندس ال 24 حاله هنعمل نفس الكلام. ادي اول حاله اهوت يا باشمهندس 9 من 10 الديت زائد كيو اكس. تمام، تيجي اهوت يا باشمهندس كنترول سي، تمام، اهو برضه سيف. يعني ده كان اصلا اكبر رقم احنا قابلناه اللي هو ايه 9 سم ونص. خلاص، كانت ازيد من القيم الثانيه، كانت 8 سم تقريبا ونص، زادت سم واحد فسيف. فهتعمل كده بقى يا باشمهندس لو انت هتعمل على الالتيميت لوك كومبانيشن، ولكن انا بقول لك ايه استخدم ايه الصح. طبعا ان انت تستخدم الالتيميت لوك كومبانيشن، ولكن طبعا ايه لو انت استخدمت اللوك كيس يعني القوة الرئيسية عادي، يعني ما فيهاش مشكلة يعني. خلاص، هي بتفرق بس في المنشآت ايه اللي شكلها غير منتظم زيادة عن اللزوم. خلاص يا هندسة، طيب يبقى احنا كده يا باشمهندس عملنا تشيك دريفت والدريفت بتاعنا سيف وما فيهوش أي مشكلة. طيب دلوقتي برضو كنت عايز اشيك لك على حاجة كده. فاكر لما كنت بقول لك الدايفرام ديت الدايفرام سنتر اوف ماس ديسبليسمنت ديت الإساحة بتاعة الدايفرام من السنتر اوف ماس. خلاص، الدايفرام ماكسيمم على افريج دريفت دي بتديك قيمه الدريفت على طول. خلاص، يعني هو بيطرح لك اعلى الدور ناقص اسفل الدور. فلو اتكيت عليها كده يا باشمهندس، جيت هنا مثلا وليكن قلنا له هنا نتيجه كيو اكس، هات لي مثلا كيو اكس زائد اكسنتريستي، وهات لي هنا برضو زيها كيو اكس زائد اكسنتريستي. اهوت، تمام يا باشمهندس، هتلاقي هنا بقى ايه بيقول لك الماكسيمم دريفت، هنا بيقول لك الافريج دريفت والريشيو والكلام ده، اللي يهمنا هنا الماكسيمم دريفت. تمام يا باشمهندس، يبقى دي قيمه الدريفت على طول. تمام يا هندسه، طيب انا كنت قلت لك ان ديت تعطي ازاحه الكليه، تمام، وديت تعطي الدريفت مباشره، تمام، ولكن كان في جمله يعني نسيت اقولها لك برده، ان هي ديت برده مقسومه على ارتفاع الدور يا باشمهندس، يعني ديت تكون مقسومه على ارتفاع الدور. خلاص، يعني فخلينا كده نشيك. ادي مثلا
هو هنا مثلا طرحهم لك من بعض، فلو قلت له مثلا هنا مثلا يساوي، خدت القيمه دي بعد ما طرحت اعلى الدور ناقص اسفل الدور على ارتفاع الدور اللي هو 3 متر، فاداك القيمه دي تمام، صفرين 16 28. فلو جيت كده على برنامج الايتاب يا باشمهندس، صفرين 16 28 نفس القيمه هات يا هندسه. يبقى اذا الخيار الاولاني يديك ايه يا باشمهندس؟ يديك الديسبليسمنت الكليه للديافرام. خلاص يا هندسه اهو الديسبليسمنت الكليه للديافرام هنا يا باشمهندس بيديك الدريفت بقى. خلاص يعني هو بيطرح لك بقى الديسبليسمنت دي اعلى الدور ناقص اسفل الدور، ولكن بيقسمها لك على اتش، يعني انت ممكن تستخدمها للبي دلتا على طول. فاكر البي دلتا؟ تمام. كنا بنقول ايه؟ الدريفت على الاتش. فيا هندسه لو انت هتستخدمها في البي دلتا تشيل القيمتين دولت على طول تمام، وتحط ايه؟ وتحط القيمه اللي جايه من الايتاب على طول لو انت استخدمت الخيار الثاني. خلاص يا هندسه. طيب خلينا مثلا نقارن ما بين الستوري دريفت مثلا، قلت لك ديت بتعطي قيمه الدريفت مباشره ومقسومه على ارتفاع الدور ولكن لحدود البلاطه. فخلينا مثلا نقارن ما بين القيمه ديت ودي. خلاص. طب لو قلنا له مثلا ستوري دريفت، تعالى كده ديسبلاي شو تيبل، قلت له هنا هات لي الستوري دريفت تمام. طيب ادي يا باشمهندس الستوري دريفت اهوت يا هندسه. نتيجة حالة كيو اكس زائد اكسنتريستي اهوت يا هندسة. فاكر يا باشمهندس كانت التانية كام؟ صفرين 16 28، ديت صفرين 16 41 اهوت يا هندسة. صفرين 16 28 زي ما قلت لك. حتى هنا انا قايل لك اهوت ديت تعطي قيمة الدريفت مباشرة ولكن طبعا مقسومة على ارتفاع الدور، ولكن قيمة الدريفت تكون مقسومة تكون لحدود الدور يا هندسة وليس مركز الكتلة، وقال لك اهوت تعطي ازاحة اكبر من مركز الكتلة، ولكن طبعا يعني اكبر مش بفرق كبير يعني. خلاص. لو عايزين مثلا ديت مثلا اللي بعدها ستوري ماكسيمم على افريج ديسبليسمنت. خلاص. يعني بيدينا الديسبليسمنت زي الخيار الاولاني الديسبليسمنت الكلي، ولكن هنا من هنا لحدود البلاطة، انما هنا يا باشمهندس لايه؟ ولكن هنا المركز الكتله. فخلينا نقارن مثلا ما بينهم كده اهو ديسبلاي شو تيبل، نقول له هنا ستوري ماكسيمم على افريج ديسبليسمنت، المفروض هي شبه الخيار الاولاني ولكن هنا من الديافرام وهنا من الستوري. هات لي هنا نتيجه حاله الكيو اكس زائد اكسنتريستي مثلا. هنا يا باشمهندس قيمتها كام؟ ديت الديافرام طالعه 0.83 او 0.838. طيب الستوري بقى يا باشمهندس اللي هي حدود الدور اهو 0.865، الثانيه كانت 0.83. خلاص. يعني 8.3 سنتي، انما ديت 8.6 سنتي تمام يا باشمهندس. يبقى اتاكد الكلام اللي انا كنت بقوله لك اهوت يا باشمهندس، ديت نتائجها تكون اكبر من ازاحه مركز الكتله شويه. خلاص. بس مش كتير قوي. خلاص. مليمترات يعني، حاجات بسيطه يعني، مش فرق كبير. خلاص. اخر خيار كنا بنقول ايه؟ ده بيديك الدريفت على طول. خلاص. ولكن للستوري، مش مقسوم على الدور ارتفاع الدور ولا حاجه، لا يديك الدريفت على طول. فخلينا نشوف كده ديسبلاي شو تيبل، ادي القيمه اهيت ستوري اهو ماكس على افريج دريفت. تمام يا هندسه، بيقول لك هنا 0.49 تمام. طيب خلينا نشوف الدريفت في الشيت كده كان طالع كام يا باشمهندس بعد ما طرحنا بقى اعلى الدور ناقص اسفل الدور 0.48. خلاص. طيب هنا كانت كام يا باشمهندس؟ 0.49. يبقى ديت يا باشمهندس ايه؟ الدريفت الناتج عن ايه؟ عن حدود البلاطه، حدود البلاطه. انما يا باشمهندس اللي معانا في الشيت الناتج عن حدود ايه؟ مركز الكتله، اللي هو ازاحه مركز الكتله. وكده اتاكد كلامنا يا باشمهندس اهوت ان فعلا اللي هو الازاحه لحدود البلاطه بتدي نتائج اكبر، حاجه بسيطه من ازاحات مركز الكتله. ولكن الصح ان احنا نستخدم مركز الكتله زي ما احنا اشتغلنا. يبقى دايما هنستخدم ايه؟ استخدم دايما دايفرام سنتر اوف ماس ديسبليسمنت تمام، هيديك الازاحه الكليه من ايه؟ بتاعه الدايفرام او بتاعه السنتر اوف ماس، وبعد كده بنطرحها بقى اعلى الدور ناقص اسفل الدور يديك ايه؟ يديك الدريفت بتاعنا ونشتغل عادي. خلاص يا باشمهندس.